أهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج وورد. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم شهادة احترافية باستخدام برنامج وورد. تابعونا. أهلا بكم من جديد. في البداية راح نتأكد أنه الحجم A4 واتجاه الورقة أفقي. طبعا من قائمة تخطيط نذهب إلى الحجم، نتأكد أنه الحجم A4، ومن الاتجاه نختار أفقي. بعد ذلك راح نضيف الخلفية الخاصة بالشهادة من قائمة إدراج صورة، وطبعا راح نضيف هذه الخلفية. راح نضغط كليك أيمن والتفاف النص ونختار خلف النص. راح نكبر الصورة بنفس مقاس الورقة بهذه الطريقة طبعا، ولا بأس أنه نكبر العرض أيضا. راح نضغط على زر اسكيب من الكيبورد اللي صاير بالركن الاعلى، ومن قائمة ادراج صورة راح نضيف هذه الصورة، وطبعا نضغط كليك ايمن التفاف النص ونختار امام النص. راح نصغر الصورة بهذه المنطقة وبهذا الحجم تقريبا. جيد. الان من قائمة ادراج مربع نص، رسم مربع نص، راح نضيف هذا النص اللي نشاهده. الآن راح نتحكم بتنسيق النص، نختار مثلا 24، وطبعا نختار فونت وليكن فونت الجزيرة. جيد. الآن الاسم فقط راح يكون بسطر منفصل، وراح نكبر الاسم بهذه المنطقة طبعا كنترول اي، وراح يكون توسيط بهذا الشكل. الآن من تنسيق تعبئة الشكل راح يكون بلا تعبئة، والمخطط التفصيلي راح يكون بلا مخطط تفصيلي. ممكن شهادة الشكر تكون بهذه المنطقة، وطبعا الاسم ممكن يكون بولد، وطبعا نختار لون وليكن مثلا هذا اللون. الآن من قائمة إدراج مربع نص راح نرسم مربع نص بهذه الطريقة. التوقيع مدير التدريب. طبعا من تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة، والمخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي، وطبعا راح نتحكم بتنسيق النص وليكن بهذا الشكل. الآن راح نضيف الختم الخاص بالشهادة من قائمة إدراج صورة، وطبعا راح يكون هذا هو الختم. نضغط كليك أيمن التفاف النص أمام النص. راح نكبر الصورة بهذه المنطقة وبهذا الحجم تقريبا هذه الطريقة. الآن راح نستنسخ النص الخاص بالتوقيع، وراح نكتب أكاديمية الفرزدق، وطبعا راح نغير نوع الخط، مثلا هذا الخط بهذه الطريقة طبعا. لا بأس انه نغير تباعد الأسطر، طبعا نضغط على هذا الخيار خيارات تباعد الأسطر، وطبعا نختار متعدد ونكتب 0.8 ومن ثم موافق. طبعا ممكن نغير الفونت الخاص بالنص بهذا الشكل ليكون أجمل. مثل ما نلاحظ أصبحت عندنا شهادة احترافية وبسيطة بنفس الوقت.